تخرج محرمة تزور. بعد تنمويا انها تزيد قدام هذه المناطق اللي اعلاميا مصنفه منطقه اشباح صناعيه، وهذا الشيء بطبيعه الحال تضافر الجهود والدور اللي كيلعبوا سدرا. وكنشكركم وكنمروا الكلمه للسيد خليفه الحاج باش يشرح جدول الاعمال باقتضاب. نمروا ان شاء الله ديك الساعه للسيد رئيس الجهه. أنا بحال المنتزه سواء شي بلاصه ولا بوك، هذا بالعكس تيهز ديسان القيمه ديالنا، يعني واحد الفريق كان نص وتهز من الناس. انت باش طقس اللجنه ديال العقل كان في غير الحسن اليمني، واذا كان دابا غندير له الجلسه ديال المصاري طقسها هو باش نقول له راحي الاخرى ديال رجع شويه رجع رجع اليسار نشكر الحضور الكريم، السادة المستشارين والمستشارات، السادة مفتي وسائل الإعلام، نشكر كذلك حضور من المجتمع المدني. قبل ما نبدأ هذه الجلسة نطلب من السادة المستشارين والمستشارات، كما في علمكم ان قبل يوم من يوم ما اختار عليه وتمنية شو تنبير كان وفاة الاب ديال الاخ خيجة، اذا نطلبوا من حضور تلاوتكم على روح المبادرة، لا في الحملات ديالكم ولا كيفاش كتكلموا مع الناس لاقناعهم على التصويت على الحزب ديال الاستقلال. اذا مرة اخرى نشكركم ونشكروا السلطة المحلية للمواكبة يعني اللي قاموا بها باش يكون يعني السير ديال طيله الحمله يعني في احسن ما يرام. ونشكر السيد المدير الجامعات على المجهودات اللي كيدير باش يوجدوا لنا يعني اليوم الاقتراع اللي داز احسن الظروف. اذا مره اخرى نشكر الساده المستشارين والمستشارات اللي ترقص هذه الجماعه لولايه الجامعه. إذا ما نعاهدكم ونعاهد المجتمع المدني لجماعة السلسلة الملكفة أننا سنكون يدا في اليد لمواصلة تنمية جماعتنا، ونكون عند حسن الظن هذه الجماعة إن شاء الله. إذا نمروا